بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج حراك. ضيفنا اليوم سعادة الدكتور عبد العزيز التركي، عميد شؤون الطلاب ورئيس لجنة الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب. حياكم الله دكتور. حياك الله استاذ عبد الله، سعداء بتواجدنا مع الطلاب. دكتور، لجنة البرامج ولجان متعددة بالإضافة إلى عمادة شؤون الطلاب ككل سخرت بلا شك جهودها لإنجاح هذه الفعالية الكبيرة والضخمة. حدثنا عن الجهد المقدر والوقت التقريبي لإنجاز مثل هذه الفعالية. طبعا بدأ العمل في التنظيم لهذا المعرض تقريبا قبل شهر ونصف من بداية المعرض. تم تشكيل لجان من قبل معالي مدير الجامعة، لعلي أذكر أسماءهم حقيقة وأتقدم الشكر الجزيل لهم: الدكتور عبد العزيز الحليبي، الدكتورة إيمان الدوغان، الدكتورة رند القرشي، وكذلك الدكتور فهد النعيم. بدأ العمل، وكذلك تم تشكيل فريق أو فرق فرعية حقيقة تنبثق من هذه اللجنة الأساسية، وتم كذلك يعني وضع خطة متكاملة لكافة الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض. حرصنا في الحقيقة على تصميم حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات التي تستهدف يعني فئات مختلفة من فئات المجتمع. وضعنا ركن خاص للطفل، وحرصنا كذلك من خلال هذا الركن إلى تحبيب الطفل للقراءة والثقافة، وطرحها بطريقة ابتكارية إبداعية. بطبيعة الحال كان هناك تعاون مثمر مع عدد كبير من الإدارات المختلفة في الجامعة مشكورة، كليات الجامعة كلها تقريبا شاركت، خاصة الأقسام المتخصصة ومنها قسم التربية أو قسم رياض الأطفال من كلية التربية شارك في هذا الركن. كذلك كانت هناك مشاركة لطلابنا وطالباتنا من نادي العمل التطوعي، كانت هناك أقسام مختلفة حقيقة في هذا الركن. كذلك كانت هناك أركان خاصة بالفنون، ولا شك أن الفن جزء كبير من تكوين الثقافة، وهذه كانت تقريبا نظرتنا في المعرض، أن لا يكون المعرض فقط مكانا لبيع الكتب أو لتسويقها، وإنما المعرض كانت رؤيتنا له أن يكون تظاهرة ثقافية يحضر فيها جميع المهتمين بالثقافة بشتى أنواعها واختلافاتها. هناك ركن خاص للفنون، ركن خاص لرسم الحر كما هم الآن بجانبنا، ركن خاص للفنون الابتكارية بشكل عام، هناك ركن أيضا لنادي الإعلام يتم من خلاله مناقشة كتب، دورات وورش عمل في مجال الإعلام، في مجال الثقافة، في مجال الكتابة الإبداعية والنشر. هناك مناقشات لكتب كذلك تمت في هذا الركن، ركن نادي الإعلام. إضافة لذلك كانت هناك أمسيات شعرية، كان هناك كذلك حوارات مع مؤلفين عن كتبهم، لدينا ركن آخر كذلك وهو ركن فكر التابع لجمعية الثقافة والفنون، طبعا كذلك كان لهم حظ من هذا المعرض وخصصنا لهم الجزء تقريبا الأيسر من المعرض. التفاعل رائع جدا في جميع هذه الأركان وجميع هذه المناشط بحمد الله تعالى. الجميل أنه خلال المعرض أتى إلينا عدد كبير من الطلاب والطالبات من أصحاب المشاريع المتعلقة بالكتاب والمتعلقة بالثقافة، وهذه إضافة حقيقة رائعة جدا. يعني كنا نتجول في المعرض وإذا بطالب يأتي ويقول أنا لدي تطبيق إلكتروني من خلاله نستطيع الاستفادة من الكتب المستخدمة، فمباشرة تم تخصيص ركن له. أتانا طالب آخر قال أنا لدي متجر إلكتروني خصصنا له. المجال كان مفتوح للجميع. المجال مفتوح للجميع، وهذا أبرز ما يميز هذه التظاهرة الثقافية، أنها استطاعت أن تستكشف وتتيح المجال لجميع المبدعين والمبدعات في مجال الثقافة. هم كانوا يقولون كنا نريد فرصة ولم نكن نتوقع أن يكون هناك معرض للكتاب في الأحساء في الفترة الحالية. هذا المعرض وتضافر الجهود ما بين الجهات المختلفة استطعنا أن نمنح هؤلاء الطلبة الفرصة أن يقدموا أفضل ما لديهم. دكتور عبد العزيز التركي، عميد شؤون الطلاب ورئيس لجنة الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب، شكرا جزيلا لك. العفو، الله يحفظكم، وأنا سعيد جدا بهذه المقابلة. الله شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم ذلك نعود لاستكمال حديثنا مع ضيف جديد، ابقوا معنا.
جميعا ونرحب بضيفنا سعادة الدكتور محمد الملا وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي. حياكم الله دكتور. الله يحييك. سعداء بتواجدك معنا. واحنا اكثر الله يعطيك العافيه. دكتور في البدايه حدثنا عن مشاركات قسم التربيه الفنيه كنموذج للبرنامج المصاحب للمعرض. الفكره الجميله والابداعيه في معرض الكتاب جامعه الملك فيصل ان جاء مصاحب ومزامن للعديد من الفعاليات والاركان وورش العمل حقيقه، وهذا ياتي في اطار تلبيه مختلف الأذواق والاهتمامات لجميع فئات المجتمع وجميع فئات الأسرة من سيدات وسادة وأطفال. من هذه الفعاليات المعرض الفني طبعا، والفكرة الجميلة والإبداعية في المعرض الفني أنه قام على جهود وإبداعات طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل، وهذا مؤشر اندل يدل على حقيقة جودة مخرجات التعلم التي تفخر بها الجامعة. فالمعرض الفني عبارة عن أو يتضمن الكثير من الأعمال الفنية والإبداعية في مختلف المجالات، منها الفن التشكيلي، التصوير الرقمي، التصميم الداخلي، أعمال الخشب وأعمال المعادن وأعمال النسيج وغيرها من مختلف الفنون. طبعا هذه الأعمال في حقيقة الأمر تعكس القدرات والمواهب التي يملكها طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل والمهارات والمعارف اللي اكتسبوها وجعلتهم قادرين على المنافسة وجعلتهم قادرين على الإنتاجية في مختلف الأنشطة وفي مختلف المعارض، وأيضا أنهم يخلقون لهم مكان في سوق العمل. حقيقة تأتينا الكثير من الطلبيات لشراء أعمال طلابنا وطالباتنا، فهذا المعرض يعكس هذا الجمال وهذا الإبداع لطلاب طالبات جامعة الملك فيصل، وفي نفس الوقت أعضاء هيئة التدريس التي لدى الجامعة ذو الكفاءة العالية وحقيقة قامات علمية وتدريسية تتلمذ على إيديهم هذا يعني الطلاب والطالبات القادرين على هذه الإنتاجية. في حقيقة الموضوع يعني المعرض يتضمن جانب أو ركن مهم يخدم هوية الجامعة القائمة على الأمن الغذائي والبيئة المستدامة، حيث تضمن هذا الجانب استخدام العديد من مخلفات البيئة في عمل وعناصر النخلة ومنتجاتها في عمل الكثير من الأعمال الفنية والجميلة المبدعة، أيضا بالإضافة إلى أعمال فنية وإبداعية تتحدث عن جوانب من هوية الجامعة كالثروة السمكية والاهتمام بالماء وغيرها من الجوانب التي تعزز الوعي والفكر عن هوية الجامعة لدى الطلاب والطالبات والمجتمع المحلي بشكل عام. دكتور شفنا ممكن مشاركات الرسامين الطلاب والطالبات اللي أثروا معرض الكتاب، حدثنا عن دعمكم تجاه هؤلاء الطالبات والطلاب. حقيقة ليس دعمنا فقط، دعم من إدارة الجامعة والدعم من إدارة الكلية ومن جميع الأطراف في الجامعة، هناك دعم كبير لهم من ناحية إذا تكلمنا من القسم في تقديم المعارف والمهارات لهم اللازمة لأن تخرج أعمال هؤلاء الطلاب والطالبات بالشكل المطلوب، أيضا هناك دعم مادي من حيث توفير الخامات، توفير الأماكن اللازمة، توفير الأدوات التي يحتاجها الطالب والطالبة لإخراج هذه الأعمال الفنية بالشكل المطلوب كالأفران وغيرها، الخامات أيضا، بالإضافة إلى دور أعضاء هيئة التدريس الإشرافي عليهم وتوجيههم حتى تخرج هذه الأعمال بالشكل المطلوب. أيضا حقيقة من الأمور الهامة اللي الجامعة ساهمت فيها وبشكل مباشر خلق فرص لهؤلاء الطلاب لتسويق أعمالهم خارجيا، من ضمنها هذا المعرض اللي يصاحب معرض الكتاب، بالإضافة إلى معارض كثيرة ساهمنا فيها وبالشراكة مع جهات ومؤسسات خارجية كجمعية الثقافة والفنون، حيث أتاحت هذه المعارض الفرصة لهم لتسويق أعمالهم ومنتجاتهم للمجتمع الخارجي.
الدكتور محمد الملا وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحث العلمي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، الله يعطيك العافية. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج حراك، نلقاكم في حلقة قادمة بحول الله، في أمان الله.